طب اشمعنى كل بيتريق عليا وانا ما اقدرش اتريق على حد؟ ايه هو الظلم ده؟ ممكن تيجي معايا دقيقة واحدة بس؟ عايز ايه يا ابو مفهومية؟ مش كفاية يا انت بتسخر من كل حد؟ حرام عليك، ما تهدى شوية. طب تعال ورايا بس دي. طيب انا فاكر ان احنا بلاش نيجي وراه احسن، ده ممكن يجيب لنا مشكلة احسن. انا خايف يجيب لنا مشكلة فبلاش نيجي معاه. عندك حق، يلا بينا نمشي من وراه بهدوء. يلا بينا. هو انتوا ليه هادي؟ مش عارف. يلا بينا. ايه ده، هما راحوا فين؟ دول شكلهم خاف. يا لهوي. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل فيهم مقلب يتعلموا فيه الادب شوية. اصحابي. نعم. عايز ايه؟ يا لهوي، انت عرفت ان احنا؟ لا، انا عايزة اديكوا هدية. هدية؟ طيب تعالى نيجي. الكل يقف هنا علشان هن الهدية. الكل يقف هنا. يلا 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 يلا، الكل يقف هنا. تمام، برافو عليك. هما مش عارفين ان انا هعمل فيهم مقلب لب واخلي القطر يخبطهم كلهم ويفضل يخبط. هو يلا انا اديني جيت. اي ايه ده؟ اي 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 ايه ده؟ اي اي اوه اي ايه اللي بيجري ورايا ده؟ اي في حاجة بتخبطني. ايه ده؟ ده العطر بيخبطنا. ايه عطر كده؟ خدوا خدوا خلص المقلب. ايه رأيكم؟ مقلب؟ مقلب ايه يا راجل؟ انت ضربتنا بالعطر. طيب انتوا مقدرتوش تيجوا ورايا وانا حبيت اعلمكوا درس. طيب احنا اسفين اتعلمنا الدرس، بس احنا اسفين. طيب كده احنا خلصنا الفيديو. ياريت يكون المسرحية عجبتكم. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامج سمولة الملك. بشوي، باي باي.